أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أحبائي جميعا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقا في البداية على عريف الحفل الذي قال إلى الأخوات الكريمات بأن يمسكوا أبناءهم من أجل أن لا نكرر بين حين وآخر أسماء المفقودين، يبدو أن هذا زمن فرضت المرأة على المجتمع العربي والمجتمع البحريني بعض حقوقها، ومن الاجتماع القادم خلوا الأطفال عند الرجال حتى نشوف وش يسوون فيهم، حتى لا بعدين تحطون المسؤولية على النساء. في طفل ضايع سماحة الشيخ، هذا من أبوه تاركنا راشد رياض. اسم الطفل راشد رياض، عمره 11 سنة. راشد رياض عمره 11 سنة. ذرة أخرى تلتحق ببقية العقد الذي يطوق رقبة وجيد هذا الوطن، الشهيد السعيد عبد النبي العقل. في يوم صدور التقرير لتقصي الحقائق، سأبدأ بموضوع شكر إلى المواطنين البحرينيين الذين طالبوا بحقوقهم على مدى عقود طويلة، طالبوا بها حبا في وطنهم البحرين، حبا في أن يجدوا دولة الكرامة والإنسانية والتقدم. أريد بالخصوص أن أشكر المرأة البحرينية العفيفة المرابطة التي ملأت الساحات منذ 14 فبراير حتى الآن. أريد أن أقدم شكرا آخرا، نبعث هذا الشكر رسالة وصلتني من زوجة لأحد الشباب المعتقلين، تقول فيها: إذا أمكن أن تذكر اسم هذا المعتقل يكون هذه الذكر نوع من المواساة وبلسم لجروحهم. في كل مرة أو في أكثر من مرة نذكر أحبائنا وسادتنا الأساتذة والدكاترة والعلماء والرموز، هناك أيها الأحبة على نفس هذه الدرجة من الذكر، كما يشرفنا وكما يستحق منا في كل وقت أن نذكر أستاذ عبد الوهاب، أستاذ حسن، شيخ محمد علي المحفوظ، عبد الهادي، دكتور عبد الجليل سنقيس،
شيخ سعيد النوري وكل هؤلاء الأساتذة والكوكبة من الرموز. أيضا نذكر كل معتقل من معتقلينا. أذكر هذا الولد الذي طلب أن أذكر اسمه، أذكر عمار عبد الأمير عبد العال، وأذكر أشواق المقابي، هذه الطفلة التي تواجه ببراءتها عسف عن جهية هذا النظام. سألت ولست متأكد، ولكن هناك أكثر من موقف. سألت سيد رضوان كان تحتي، منه أصغر معتقل، قال كأن اليوم نبيل مسوي تويت على واحد عمره 7 سنوات اعتقد أنه ضايع طلع من جودينا. أذكر هذا الطفل الذي لا يتجاوز 7 من العمر، أو طفل آخر شاهدت في جمعية الوفاق، هو والدة 2 أطفال أعتقد أن أعمارهم لا تتعدى 12 سنة مستدعينهم لأنهم يقولون أنتم كنتون طالعين في الشارع. كل هؤلاء نذكرهم ونشكرهم، نقدم لهم الشكر كما نقدمه للرموز، فكل من خلف المعتقل هو رمز لهذا الشارع. قلوبنا معكم أيها الأحبة، قلوبنا معكم أيها الأحبة، شباب شابات. خلني أمر على هذه النقطة مع أنها ليست في التسلسل، ولكن في ذوق في الصراع السياسي. بعد تقرير لجنة بسيوني اليوم جاء مسج صغير يتكلم عن تجديد إيقاف معتقلي سيتي سنتر من الفتيات الصغيرات. لو كانت الحكومة فيها ذرة ذوق وأخلاق لاستحت على وجهها وأفرجت، ليس عنهم فقط. لا 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 لا، أنتم تعرفون ولا يحتاج كل مرة أكرر وكل مرة نكرر في المهرجانات والش اسمه، في هذه المهرجانات احنا نرتقي على شعارات الإسقاط، ونرتقي على شعارات الموت، نرتقي إلى الشعارات الوطنية، فما يحتاج كل مرة يقولون لكم كل مرة كل مرة. أقدم شكرا آخرا إلى، أنا ما أعرفه يعني هو أو واحد أو أكثر، ما أعرفهم بصراحة، إلى الشباب البحريني ذي القلب الطيب والعقل المنفتح الذي يجد بلده في مكانه وفي موقع الخطأ، فبادر إلى إطلاق حركة 14 فبراير. شكرا لكم. وتحية لكم أنتم ولكل من حضر دوار اللؤلؤة على مدى شهر من الحرية. شكرا. هذه بعض العلاقة بالتقرير، وأيضا جاءتني ورقة يقولون لي لو تشكر هالإخوة الجنود المجهولين الذين يحضرون لنا مكان هذا الاحتفال. والمصادفة أنا اليوم كنت مار الصبح وأشوفهم قاعدين يشتغلون، فشكرا لكم أيها الأحبة الذين تعملون. شكرا خاص يتعلق بمن انتهى إليه تقرير السيد بسيوني. شكرا لك أيها الشاب، شكرا لك أيتها الشابة، شكرا لك لأنك حملت كاميرتك في جهاز الموبايل أو بشكل مستقل وأخذت صورة وصلت إلى العالم
أثبت الظلامة شعب البحرين. شكرا لكل من وثق هذه الجرائم. شكرا لكل من وثق هذه الحركة المطلبية وساهم في إيصالها عبر هذا التوثيق إلى العالم وخاطر بنفسه. نتذكر صورة عرضت في وسائل الإعلام قبل 3 أشهر أو 2 شهر تقريبا، فيها أحد الأولاد أخو عبد الله السبع، الآن الولد راح اسمع عني من بيت السبع، جعفر الله يفرج عنه، وكان في عدد من الأخوات يقفون بشكل بطولي من أجل الدفاع عنه. أحدهن صور هذا المشهد، وهذا التصوير وهذه البطولة هي التي ظهرت في العالم لتبين حقيقة هذا النظام. شكرا لهذه الروح. في دائرة التقرير، شكرا للمنظمات الحقوقية التي عملت على توثيق الانتهاكات، وفي مقدمتها مركز البحرين لحقوق الإنسان بقيادة نبيل رجب. شكرا للإخوة في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، شكرا للإخوة في جمعية الشفافية الذين أطلقوا تقريرا يوثق إلى الانتهاكات التي حدثت في البحرين، والشكر موصول إلى فريق العمل أيضا في جمعية الوفاق الذين تبرعوا أن يقوموا بتوثيق هذه الانتهاكات ويعملوا على تسجيلها وإيصالها إلى العالم. في هذا القسم نقول الاستمرار في الحضور في هذه الفعاليات إلى متى؟ إلى أن يتحقق مطلبنا بديمقراطية في هذا الوطن. الحضور في الفعاليات السلمية السياسية المختلفة التي تدعو لها الجمعيات السياسية والتي تدعو لها الجهات الأخرى شرط الالتزام بالسلمية، علينا أن نشارك ونفعل ويتواجد هذا الشعب من أجل المطالبة بحقوقه. والاستمرار في عملية التوثيق، استمرار في عملية التصوير، والاستمرار في عملية التوثيق والانتهاكات التي تحدث بشكل يومي. إلى الأحبة، إلى من يسكن القلب والروح، إلى أحبتي المواطنين، إخوتي في الوطن وفي الدين، ها قد أسفر الصبح وقد أشرقت بعض شمس الحقيقة، وبان كذب أجهزة النظام وتدجيلها ومحاولة ضحكها عليكم عندما حاولت أن تقدم لكم كذبا وزورا، إن هناك تدخلات خارجية، وكنا نعرف على يقين تام بأن شعب البحرين من الوعي والنضج والاستعداد والمبادرة بما لا يحتاج. نحن بلا فخر، كل الشعوب لها مكانة، شعب البحرين بلا فخر في مقدمة الشعوب الحية التي طالبت باستمرار بحقوقها، والشعوب العربية مع الاحترام والتقدير الفائق لها
وأقدر الشعب التونسي لأنه بادر في هذه اللحظة التاريخية تعبير التونسي التي هرم فيها المجتمع العربي كله، وانطلقت من تونس شرارة الانتفاضة العربية. ولكن احنا في التسعينات سابقين بعشر سنوات لنفس المطالب، لنفس الروح، لنفس، ولم تنقطع ثوراتنا. فلا نحتاج إيران ولا نحتاج باكستان ولا نحتاج أمريكا ولا نحتاج شيء. وقد أسفر بعض شمس الحقيقة وتبين أيها الأحبة أن ليس هناك من خونة في هذا الوطن، وإنما هناك شرفاء، هناك من يضحي من أجلكم، هناك من يضحي من أجلكم، يبذل دمه من أجلكم، يبذل دمه من أجل هذا الوطن بكل مكوناته. وهم في ذلك ليسوا بدعة وليسوا حديثين عهد، فهؤلاء قد قدموا سنة وشيعة، قدموا في الأربعينات وقدموا في الخمسينات وقدموا في الستينات وفي الثمانينات وفي التسعينات، قدموا من أجل كل هذا الوطن بكل أبنائه. وعندما وفقوا بعض توفيق وجاءوا ببعض الحرية وببعض الكرامة، ألم يلعنهم النظام في التسعينات بأكثر يعني قبحا من الأوصاف التي يوصفهم بها الآن؟ ألم يسميهم خونة وعملاء ومخربين وكل القاموس القبيح؟ ماذا نتج من هؤلاء؟ ماذا طالب هؤلاء؟ أين مصالحهم الشخصية؟ من استشهد استشهد، من اعتقل اعتقل، الحرية إلكم في الرفاع، في المحرق، وفي سترة، وفي كل مكان. مجلس النواب منه اللي راح إليه؟ راحوا إلى المعتقلين، راح إلى الرفاع وسترة وأهل الحد وأهل جو عسكر، وكل الناس استفادت منه. يوم جاءت بعض المكاسب التي طالب بها هؤلاء تغنى بها الجميع. اليوم ترى يا جماعة نفس الموضوع، وهذا تقرير بسيوني مؤشر على ذلك. فليس هناك من خونة، هناك مواطنون شرفاء يعملون من أجل هذا الوطن. ليس هناك عمالة للخارج، هنا حركة وطنية، حركة وطنية لا نختلف أنا وأنتم أبدا في مبرراتها وفي عدالتها وفي صحة انطلاقتها. من منا يختلف بأن كل أراضينا مسروقة؟ من منا يختلف؟ من منا يختلف يا إخوة في أصالة وفي منبر؟ ألم تأتوا أنتم والوفاق من أجل أن تبحثوا عن المليارات التي سرقت من هذا الشعب؟ من سرقها؟ هؤلاء الناس يطالبون بإسقاط من سرق ملياراتكم. تعرفون أنتم، تعرفون أكثر من غيركم. هنا حركة وطنية وهنا مطالب ديمقراطية، مطالب إنسانية، مطالب عقلية، مطالب تتماشى مع الذوق الإنساني. ورفضها أصبح في هذا الزمن من المعيب جدا على أي فطرة سليمة، على أي فطرة سليمة أن ترفض أن يكون القرار النهائي في أي بلد إلى شعب هذا البلد. الحكام ما يقدرون يقولون على هذا الشيء. لذلك في سنة 73 الشعب مصدر السلطات، في ميثاق العمل الشعب مصدر السلطات، في دستور 2002 الشعب مصدر السلطات. هذه المبادئ ما حد يقدر ينكرها. البحرين دولة ديمقراطية، نريد أن نفعل ذلك. هاي مطالبنا، هاي مطالبنا أيها الأحبة. أين في هذه المطالب ما يضر بأحد غير الدكتاتورية وغير الفساد وغير سرقة الأراضي وغير تأخير وإضاعة الخدمات إلى أبناء هذا الوطن؟ اللي يتضرر بس دلين ترى،
ما حد يتضرر، لا سنة يتضررون، لا شيعة يتضررون، لا اقتصاد يتضرر، لا تاجر يتضرر، بس المفسدين إذا تحققت هذه المطالب يتضررون، بس الدكتاتوريين يتضررون. فلا يضحكوا عليكم، لا يضحكوا عليكم وعلينا، ويزرعوا إسفينا للطائفية، ويحاولوا أن يفرقوا من أجل الحفاظ على دكتاتوريتهم. يتوفى الواحد من عندهم وعنده 25 مليار في بلد صغير واقتصاد محدود، ويتوفى هذا وعنده أكثر منه 50 مليار، بدل أن تكون من أجلكم، من أجل أبنائكم، من أجل هذا الذي طالب به شعب البحرين، هذا الذي طالب به هؤلاء الناس الذين ذهبوا إلى دوار اللؤلؤة والآن يملؤون الساحات في أماكن مختلفة. تعالوا أيها الأحبة، هاكم عرفتم، قلنا بأنهم يعذبون في السجون، قال لا لا ما يعذبون في السجون، ما يعذبون في السجون. في أفظع من هذا في التقرير، في التقرير في أفظع من هذا، في التقرير في شيء أشد من اللي قال السيد بسيوني في الخطاب العام. يهدمون مساجد؟ لا ما يهدمون مساجد. فكلما قلنا لكم، كلما قلنا لكم جاء التقرير ليؤكد، وكنا أقل أيضا من التقرير في بعض النقاط، كنا في أشد الحرص على أن نقول أن عدد المفصولين الذين سجلوا عندنا هالقد 1100 والقد، تقرير يصعد بالمفصولين في القطاع العام والخاص إلى 4400، ولم نبالغ في التعذيب بشكل ذرة واحدة. كنا صادقين معكم أيها الأحبة، تعالوا نضع يدنا في يد بعض ونبني هذا الوطن، ونستثمر هذه اللحظة التاريخية من أجل، لا أقول مصالحة وطنية، لأن قلوبنا لم تحمل لكم في يوم من الأيام إلا المحبة، وما فارقتها هذه المحبة أبدا. تعالوا من أجل وطن نأمن فيه على أنفسنا، نأمن فيه على مستقبل أبنائنا، وطن عاقل، وطن يسوده العقل، تسوده الحكمة في إدارته، الرشد. سأؤكد في هذه اللحظة أيضا على الاستمرار في العمل السلمي في كل محطة خاضتها الحركة المطلبية في قبال المؤسسة الرسمية. نجحت الحركة المطلبية، ثبتت الحركة المطلبية وجود مطالب عادلة يضطر النظام إلى الاعتراف بها، يلف ودور بس يضطر يعترف ويقول في مطالب عادلة. مش المطالب العادلة؟ حكومة منتخبة، مجلس كامل الصلاحيات، دوائر عادلة، قضاء عادل، أمن للجميع، وثبتت كل هذه الأمور في تقرير بسيوني بشكل وبآخر. ثبتنا مطالبنا، وأصبح العالم يعرف هذه المطالب ويتعاطف مع هذه المطالب ويضغط على هذا النظام من أجل الاستجابة لهذه المطالب. ثبتناها بسلميتنا. اليوم الحركة في وضع أقوى من أي لحظة مرت، خلاص جلدنا وظهرنا يعني خشن على شيخ محمد علي المحفوظ قبل شوي فرج الله عنه وعن إخوته، يقول احنا مستعدين إلى الشهادة، ومستعدين إلى السجن، ومستعدين إلى كل الكلفة التي تحول بلدنا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. قطعنا هذه المسافة كلها بالسلمية، دخلنا معركة تواجدنا في الشارع ونجحنا في فرضها، دخلنا معركة ما حول أن يشوه المطالب الشعبية ويخلق كذبا شيء اسمه حوار، ونجحت المعارضة في فضحة.
دخلنا في مسألة الانتخابات لمجلس صوري شكلي يريد أن يقفز على دماء الشهداء وكانت 17.4، ودخلنا تحدي الحقوق وها نحن نكسب تحدي الحقوق بحكومة مسودة الوجه وفقا لهذا التقرير أمام العالم كله. أشكر الإخوة الذين يستمرون في العمل بسلميتهم، وقد تلمسنا في الأيام القليلة الماضية تراجع إلى سكب الزيت وإلى حرق الإطارات، وأقول ليست الحركة بحاجة إلى هذا الأمر، بسلميتكم قدرتم واستطعتم أن توصلوا صوتكم إلى العالم كله. أقف قليلا مع تقرير السيد بسيوني في مجموعة نقاط سبقني الإخوة إلى كثير منها. بشكل مختصر، لا دور لإيران ونحن أمام حركة وطنية. مسؤولية الحكومة على الانتهاكات تقتضي التقرير، لو كان في شوية ذوق يقتضي ما ينتهي التقرير إلا وقد صدرت قرارات بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، لأن التقرير يقول عذبوهم من أجل الاعترافات ومن أجل الانتقام، وهذا باطل دوليا ومحليا وإنسانيا. كيف يبقى أحد بعد هذا التقرير؟ والتقرير يقول نطالب بالإفراج عنهم، نطالب بالإفراج عنهم ولا منا لأحد عليهم، لأنهم أبرياء وأنتم ظالمون لهم. وعودة المفصولين 4400 يجب أن يعودوا إلى مواقع عملهم السابقة وليس إلى غيرها من المواقع أو أقل رتبة، وأن يعوضوا عن المدة التي أوقفوا فيها أو فصلوا فيها، وتسترجع كل الأموال التي سرقتموها من الناس لأنهم شاركوا في إضراب. يقول السيد بسيوني بأنه مشروع وأنه وفقا إلى المعايير الدولية والإنسانية لا يجوز معاقبة الناس عليه. ليس في التاريخ القديم، الآن بس في حدود الشهر الماضي، في حدود الشهر الماضي برلسكوني، يعني بقول يتهمون بعض القوى السياسية والإعلام الإيطالي بأنه رجل إلى علاقة بالمافيا. برلسكوني نتيجة لانحدار الاقتصاد الإيطالي سلم الراية وتنازل عن رئاسة الوزراء. الاقتصاد شوية مشكلة في ظل الأزمة العالمية. اليونان حكومة وحدة وطنية وتنازل من رئيس الوزراء الذي كان موجود من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. تعالي شوية، لا تروح في اليونان، تعالي لنا هني. سأنقل عبارة قيسوها على واقع البحرين. وزير الخارجية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح في بداية هذه السنة قدم استقالته إلى أمير سمو الأمير دولة الكويت بسبب أن في شخص واحد توفى في المعتقل، وقال لا يشرفني قيادة وزارة تعتدي على المواطنين. واحد
سمو رئيس الوزراء يشرفك قيادة وزارة تقتل 40 من المواطنين. سلطان قابوس بن سعيد. سلطان قابوس هاي في الجو هني، في الجو بس ندور في المحيط بعد. سلطان قابوس بعد أحداث وبعض الانتهاكات التي قامت بها الدولة، أقال الحكومة، شال نصف الوزراء، شال أقرب الناس الموجودين إلى في ديوانه عندما أشروا الناس على فساده وعلى انحرافه، وعالج المشكلة في عمان. أي عمان، خذوا نموذج آخر جرى قبل أيام قليلة، أمس أو الأمس، من رحمي ميدان التحرير خرج عصام شرف من ميدان التحرير، عين رئيس وزراء لمصر من ميدان التحرير، خرج الشباب والشعب المصري مرة أخرى ونزل إلى ميدان التحرير قبل 3 أيام، قال الحين صار تقريبا 5 أيام، قبل 5 أيام يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة الماضية، واعتدت قوات الأمن على هذا التجمع الثوري المصري المطلبي، وسقط عدد من الضحايا والشهداء. 3 أيام استقال عصام شرف، طلع من رحم ميدان التحرير. ما عندكم ذوق يا حكومة بعد كل هذه الفضائح. يقول الملك عبد الله، يقول الملك عبد الله، هذا الكلام باخذ منه هذا الجزء، هو يتصرف ويا الرئيس بشار، ما لنا دخل فيهم. يقول لو كنت مكان بشار لاستقلت، لو كنت مكان ابو علي شو تسوي؟ قولوا فلتسقط الحكومة، فلتسقط الحكومة، فلتسقط الحكومة، فلتسقط الحكومة. والله لو ثبت 10% فقط مما ثبت تقرير بسيوني على هذه الحكومة من انتهاك، 10% فقط، لو ثبت 10% فقط على أي حكومة في العالم تحترم نفسها لقدمت استقالتها أثناء الكلمة قبل أن تنتهي. بقاء هذه الحكومة يعني، بقاء هذه الحكومة من السابق هي بس الآن وبعد هذا التقرير، بقاء هذه الحكومة، إذا يهمك شوية أحد يهتم بالاقتصاد سواء كان من القيادات أو من التجار، بقاء هذه الحكومة معناه ضربة إلى الاقتصاد الوطني وهروب لرأس المال المحلي والأجنبي وعدم قدوم استثمارات حقيقية للبلد، لأن لا أحد يرضى أن يضع أمواله واستثماراته في حكومة بهذا السوء وبهذه الصحيفة السوداء التي كشفها تقرير حكومي أو تقرير من لجنة شكلت بأمر ملكي من داخل البحر. فلتسقط الحكومة، بعيدا عن العداءات الشخصية، بعيدا عن العداءات الشخصية والحسابات الشخصية، أما آن الأوان إلى العقل أن لا يضحي ببلد وبسمعته السياسية وبوضع الاقتصادي وبألفته مع بعضه البعض وبمستقبل أبنائه من أجل أشخاص محدودين يريدون أن يستمروا من المهد إلى اللحد، لم ينجحوا في تحقيق أهدافنا الوطنية التنموية. إلى متى بيبقى هذا الصيغة؟ نضحي ببلد بأكمله
من أجل نزوات ورغبات ديكتاتوريين لا يريدون أن يفارقوا هذا المناصب. أما أن الأوان إلى العقل والحكمة أن تتدخل. وعلى قولة ذاك المصري يعني بس شكر الله سعيك شبعنا منك 28 سنة، يقول له زين يقول له حسني مبارك شكر الله سعيك 50 سنة، شكر الله سعيك خلاص شكر الله سعيك. إلى المجتمع الدولي، إلى المجتمع الدولي باختصار، فيه تلمست من كلام المجتمع الدولي أربع أمور. الأمر الأول، المجتمع يقول نشعر بقلق شديد وعميق وشبه مصدوم من درجة الانتهاكات التي ثبتها التقرير على هذه الحكومة. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، يطالب المجتمع الدولي بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والمسؤول عن هذه الجرائم ما هو ضابط يركض في الشارع، ولا مع الاحترام إلى المعنى، ولا مجنس بحسب تقرير بسيوني من العراق أو من باكستان أو من الهند أو من أفغانستان أو من أقطاع الدنيا. مو هذا المسؤول عن الانتهاكات. هناك مسؤولية جنائية وهناك مسؤولية أخلاقية وهناك مسؤولية سياسية. ولا يمكن بعد كل هذه الجرائم أن لا يتحمل المسؤولية السياسية سمو رئيس الوزراء بشكل مباشر. لا يمكن، ما يمكن، ما في يعني. فهناك مطالبة دولية بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. وأشار السيد بسيوني بأن هي مو مسألة رتب دنيا، هذا أيضا في مسؤولية على كل واحد. إذا الوزير ارتكب شيء رئيس الوزراء مسؤول عنه، وإذا موظف في الوزارة الوزير مسؤول، فالأمر يتصاعد إلى أن يصل في هذه الفترة من التحقيق لابد أن يصل إلى القائد العام العسكري الذي قاد فترة السلام الوطنية، وإلى رئيس الوزراء الذي شارك في هذه القيادة قبل وبعد. ما له معنى آخر، ما في معنى آخر. الأمر الثالث، ضرورة إجراء إصلاح ديمقراطي حقيقي. يعني اللف والدوران وحديث وزير معالي وزير العدل بأن نحن سوينا حوار وهالكلام، هذا المجتمع الدولي لا يرضى به، والمجتمع الدولي في ذلك محق. وضرورة تنفيذ التوصيات التي صدرت وبدقة. وأقول للمجتمع الدولي بعض الكلمات، إذا أردتم تنفيذا دقيقا للتوصيات فابعثوا لجنة أممية، لأن الجماعة من يتولون تنفيذ توصية يجعلون الوضع أسوأ مما قبل. والتجارب موجودة وتحت أعينكم، أنتم شفتون الموضوع في الحوار الوطني، شفتون كيف داروا الحوار الوطني، هيئة وطنية لحقوق الإنسان، شفتون كيف سووا هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ترتكب كل هذه الجرائم ولا تطلع بكلمة. وهذا تعهد أعطته البحرين على نفسها في المنظمات العالمية لحقوق الإنسان. إذا ما كانت هناك لجنة محايدة، ليش طلعت هذه الحقائق؟ لأن هناك لجنة محايدة مع كل الملاحظات، واللجنة احنا لدينا ملاحظات على هذا التقرير. هذا التقرير لم ينصفنا، الجرائم التي ارتكبت في حقنا أكثر، ولكن طلعت يعني جل الحقيقة، المعالم الرئيسية إلى الحقيقة ظهرت. لأن في، وإلا ما شكلوا هني لجنة؟ ما تذكرون شكلوا لجنة جواد العريض؟ سمعتون عن هذه اللجنة؟ تدرون وش هي اللجنة؟ تطلع بنتائج لو ما كانت في ضغوطات وحضور دولي؟
تطلع أن هذين الموجودين هناك المخربين هم اللي اعتدوا على الشرطة، وهي الاثنين اللي ماتوا قاتلينهم جماعتهم، ويجب محاكمة الجماعة وإعدام 3 من اللي قاعدوا في الدوار. هاي نتائج لجاننا. إلى المجتمع الدولي، على المجتمع الدولي أن يحدد سقفا زمنيا لتنفيذ التوصيات وإجراء إصلاح ديمقراطي حقيقي. هذه واحدة. أقول للمجتمع الدولي أيضا إن بقاء هذه الحكومة، إذا أبقى الوضع على هذه الحكومة، فهي رسالة إلكم أنتم في المجتمع الدولي. إحنا عارفين جماعتنا باخصين وباخصيننا، ولكن هي رسالة إلكم، يقولون لكم ولتقرير بسيوني ما إحنا مستجيبين. إذا أبقوا على الحكومة يعني لا يريدون أن يستجيبون لهذه التوصيات. الخطاب الرسمي مو احنا عارفين، ولكن ايضا يسخر من المجتمع الدولي. هل سيقبل المجتمع الدولي ان يكون محل سخرية بحيث ان بسيوني يقول لجنة مستقلة، والخطاب الرسمي يقول بنشكل لجنة حكومية من الذين قتلوا، من الذين سرقوا، من الذين هدموا المساجد، من الذين فصلوا الناس، من اجل ان يقوموا بدراسة التقرير وتطبيق التوصيات؟ هاي عقل؟ هذا مو سخرية من المجتمع الإنساني والمجتمع البشري الذي يطالب؟ فأنتم أيها المجتمع الدولي أمان موقف ضمير وعقل وإنسانية، وهذا شعب يستحق، لأن الجرائم التي ذكرت في هذا التقرير لو قام بها نظام ليس محل أن يكون حليفا للمجتمع الدولي والقوى الكبرى لأخذتموه إلى محكمة العدل الدولية هناك، وحكمتم عليه مع القذافي، وحكمتم عليه مع من يستحق، لأنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في هذا البلد. أيها الأحبة، محطة ونجحتم فيها، ونستمر في الطريق حتى تتحقق الكرامة والحرية في هذا الوطن. فشكرا لكم، شكرا لكم.